التوعي من 2004 إلى الآن، ما هي السيارات وغيرها، كل هذا يجب أن تتضافر في قسم يوم أو يومين على الورق وتقسيم المشاكل وحل كل مشكلة بشكل مرتبطة بفهمها بشكل دقيق، وما فيش حسب بس على هذا المشروع وتوقع معهم بشكل رسمي. بالنسبة للقائم على المحاضرة دكتور أحمد عيسى فرج، يعني صادف وجودها هنا، فحبينا نستغل الفرصة لتسليط الضوء على موضوع وضع المدن التاريخية الخمسة في قائمة الخطر. طبعا بالنسبة لإطارة الموضوع هذا في هذا الوقت بالذات، يعني المؤسسة حاليا أصبحت عضوا في لجنة التراث المختصة بمعالجة موضوع المدن التاريخية الخمسة، ووضعها في منطقة في قائمة الخطر وتقديم التقارير للجهات المختصة ومنها اليونسكو. طبعا بالنسبة للحضور، طبعا مجموعة من المثقفين، مجموعة من مصلحة الأثار، وأيضا مجموعة من جهاز إدارة المدن التاريخية ومن مهتمين بهذا الإطار، وأعضاء أيضا من اللجنة. بالنسبة للمحاضرة طبعا تتكلم على شحات قريني، ولماذا دخلت لقائمة التراث العالمي، ولماذا وضعت في قائمة الخطر. طبعا موضوع ينبغي تسليط الضوء عليه لأنها أحدى أهم المدن التاريخية والأثرية الموجودة في ليبيا وعلى مستوى العالم تحديدا. يعني الملكية ضعف الحماية والأنشطة الزراعية المحيطة بالموقع على الأرض ولم تزور، وحتى الوزارات تزور. بالتأكيد هناك بعض الإجراءات اللي تسعى من خلال نسعى من تنفيذها من خلال السلطات المحلية الواقعة في نطاقها هذه المدن الخمس، وستم بالتنسيق مع المختصين ومع مصلحتي الأثار. مصلحة الأثار يتم التنسيق معها في إجراء بعض اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها رفع هذه المدن من قائمة الخطر بلجنة التراث العالمي. هذه المؤسسة على هذا الشكل بتمويل أو دعوة من سباق البحث. قدمت محاضرة عن الموقع الأثري قريني، التعريف به وبأهميته، ولماذا نحن يعني ملزمين بحمايته، وتحدث أيضا على قضايا تعنى بالتراث الثقافي وتصنيفاته وأشكاله، وأيضا على علاقة التراث بالمجتمع المحلي والمجتمع الوطني، وأيضا تحدثت على دخول مواقع ليبيا الخمسة إلى قائمة الخطر، وكيف ممكن نعمل سويا لإخراج المواقع الليبية من هذه القائمة. والمساكن داخل الموقع وتربيه